فرحت بزاف، كملت فرحتي بالنجاح. في الاول كنت كنقول انا فرحانه حيت عيد ميلاد جا في نفس النهار النجاح، وانما كملت فرحتي باش عرفت بان سيدنا الله ينصره شرفني بالدعوه ديالو للحضور عيد العرش، وانا ليا الشرف انني نحضر وحضرت وشفته. درت في طنجة وفي تطوان، وشرف لي شرف عظيم أنني نحضر ونشوف الأسرة العلوية كلها، وكنت منا أنني نحظى بشرف آخر أنني نسلم عليه حيت لي الشرف. تحديتها بالجد والإصرار، واستمدت القوة كيف قلت لك من الأم ديالي، لأنها ضحات بزاف، لأنها كان فيها الأم والأب، منها خديت قوتي. والحمد لله فين ما كانوا صعاب كنت كنتحداهم، وما كنملش وما كنعياش، وكنقول فين ما كنلقى مشكل قدامي كنقول ماشي مشكل، هذه هي البدايه، والحياه الا ما كانوش فيها مشاكل فما ماشي حياه. الطموح ديالي هو انني نرفع رايه بلادي، رايه المغرب، بحكم انني مغربيه وافتخر، نرفع الراس كل شخص من ذوي القدرات الخاصة، نعزز الثقة في النفس كل شخص من ذوي القدرات الخاصة، وكيقول أنا ما نقدرش، لا أنت تقدر وتقدر توصل لأي حاجة، ما كاين شي حاجة مستحيلة، يمكن تطيح يمكن ما توصلش ليها في البداية، ولكن ما دمت حي وكتنفس وعايش في الأرض إلا وعايجي واحد النهار وغادي توصل ليها، غير ما توقفش. وكنقول للناس اللي عندهم نظره سلبيه على الاشخاص ذوي القدرات الخاصه وكيقولوا عليهم بلي عندهم اعاقه او لا معاقين او لا معوقين، فلا، فهاد الاعاقه كنقول لهم عندكم في الفكر ديالكم الطريقه اللي كتفكروا بها لانها سلبيه، بالعكس ما نشوفوش في الشخص من ذوي القدرات الخاصه على انه مسكين او لا محتاج نعطفوا عليه ولا نخليوه جانبا، لا بالعكس، خليه نشاركوه في كل شيء، لانه قادر يعطي اكثر من الشخص اللي عنده صحيحته. رسالتي للناس اللي فاقدين الامل في الحياه بمره، كنقول لهم اول حاجه نحمد الله ونشكره على كل نعمه عطاها لينا الله سبحانه وتعالى، لانه كل حاجه عطاها لينا او زوينه او ابتلاء فهي عندها هدف، الله سبحانه وتعالى كيتسنى منا اننا نتابرو، اننا نتحداو الصعاب، ماشي نفقدوا الامل، بالعكس نحيوا الامل فينا الداخل باش نزيدوا القدام. وما حدنا في الحياه نستغلوا الحياه في كل لحظه وفي كل دقيقه، ما نوقفوش واخا نطيحوا، ما نملوش، ما نقولوش علاش حنا، علاش هادوك وحنا لا، بالعكس شوف راسك وشوف داكشي اللي عندك وما عندش واحد اخر، بالعكس هذه حاجه زوينه ان تزيد القدام وتزرع الامل في راسك وفي الناس الاخرين، ولا ما كنتيش على الاقل قادر تزرع الامل في راسك ما تزرعوا في ناس اخرين، ولا غير ما تحطمهمش، ما تخليهمش يرجعوا اللور، بالك شي حد باغي يزيد القدام وكيبان لك ما غاديش يوصل، لا غير شجعوا خليه يزيد القدام، اكيد بالعزيمه والتشجيعات راه غادي يوصل. واكيد كمغاربه كنتمنى من كل المغاربه انهم يشجعوا بعض ويشدوا في يد بعض، وما يهرسوش بعضياتهم، بالعكس يقووا بعضياتهم وينصحوا بعضياتهم ويزيدوا يدفعوا بعضياتهم باش يزيدوا القدام، لاننا كمغاربه يد واحده وراء سيدنا الله ينصرو. اتمام لي تعدي حمد الله عليها وشكرت الله تتعدي، وانا تندير بي حتى كبريات وحتى لحقت القرايه وحتى دخلت المدرسه، تعافرت مع المدرسه حتى دخلتها، ما دخلتها بقيت تندي ونجيب واخا الشتا واخا الغيث واخا تنجهد معاها باش توصل لها الوقيته، هي تتبغى توخر وانت تقول لا زيد، تقول لك تمحنتي تنقول لا تمحنتش، علاش؟ لما درت ليش حالكم غاديش تلحق لهادشي ديال المدرسه.
اخر حاجه بغيت نقول هي انني كنشكر كل مغربي وكل مغربيه باركولي اولا فرحولي وحتى الناس العالم كله حيت جاوني بزاف لي ميساج وكنعتذر للناس اللي ما قدرتش نجاوبهم. ماما الله يخليك ليا رضعي عليا واخا انا عارفاك راضيه عليا ديما. كنتمنى نكون حققت لك داكشي اللي بغيتي واخا نوفيك حقك حتى نعيا ما نقد لا واخا نبغي نوفيك حقك حتى نعيا ما غاديش نقدر. وكنتمنى لك كل خير وكنتمنى نكون فرحتك ولو شويه من داكشي اللي وصلت ليه وكنتمنى نزيد نفرحك اكثر. وربي يخليك ليا ويطول ليا في عمرك ويطول في عمر كل ميماتنا ميمات العالم كامل.